السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مس هبة الحداد، مدرسة اللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف. أعزائي طلبة الصف الثاني الابتدائي، أهلا بيكم في منهج Connect 2 Unit 4 Time to play sports، وقت ممارسة الرياضة. Let's get started. Sports، الرياضات زي ايه؟ باسكت بول، كرة السلة، باسكت بول، بيت افترمي، فوتبول، كرة قدم، سويمين، سباحة، تنس، لعبة التنس، كاراتي، كاراتيه، بريك تايم، وقت الفسحة، بريك تايم، بلاي جراوند، فناء أو ملعب، تيم، فريق، هارد، صعب، فن، مرح أو ممتع، ثرو، يلقي أو يرمي، كيك، يشوط أو يركل، هيت، يضرب. راكت، مضرب. وين، يفوز. جس، يخمن. ستيفت، يحافظ على لياقته البدنية. جمب، يقفز. رن، يجري. سكب، ينط الحبل أو يثب بسرعة. Look, listen, and read. It's break time. The children are in the playground. Can you kick the ball? No, I can't. It's hard. We can help you. We are one team. It's break time. The children are in the playground. It's break time. معناها وقت الفسحة. The children are in the playground، الأطفال في الملعب. هنا هنشوف مع بعض هاني، يوسف and their friend. هاني ويوسف وصديقهم، المحادثة ما بينهم. Can you kick the ball؟ هاني بيسأل يوسف Can you kick the ball؟ أنت بتعرف تشوط الكرة؟ يوسف بيرد No I can't، لا أنا ما أقدرش. It's hard، صعبة. طيب إحنا عندنا السؤال، لما بيبتدي عندنا السؤال بكان بيبقى معناها هل، إجابته yes or no، بأيوة أو لا. عندنا هنا إجابة مختصرة No I can't، لا أنا ما أقدرش. طيب ولو كان يقدر كان زمان وقال ايه yes I can. صديقهم رد عليهم قال لهم ايه We can help you، نحن نستطيع مساعدتك. We are one team، احنا فريق واحد. Can you throw the ball؟ Yes, I can. I love basketball. It's fun.
conversation between Hannah and Amira. Hannah بتقول إيه؟ Can you throw the ball؟ هل تستطيعي أن تلقي الكرة؟ تقدري ترمي الكرة تلقيها؟ أميرة Yes I can. نعم أستطيع. I love basketball. بحب كرة السلة. It's fun. يعني إنها لعبة ممتعة. It's سعيدة على إيه؟ على basketball. Listen and read. استمع وقرأ. I am Sarah. اسمي سارة. I'm 7 years old. عندي 7 سنين. I like tennis. بحب التنس. I can run fast. أقدر أجري بسرعة. I can hit the ball. أستطيع ضرب الكرة. My brother's name is Saif. اسم أخويا سيف. وعندي الأبوستروف إس دي أبوستروف إس الملكية. أتكلم عن سيف فأخد الضمير هي. أتكلم عنه هو. هي likes swimming. هو بيحب السباحة. ولما باخد الضمير هي بحط للفعل إس. لما باجي أنفي he doesn't like tennis. بنفي ب doesn't وشيل الإس من like من الفعل عموما. He doesn't like tennis. Listen, read, and guess the name. استمع وقرأ ثم خمن الاسم. At the sports club, في النادي الرياضي. We have lots of fun. نحن نستمتع كثيرا. We play. احنا بنلعب. We jump. احنا بنقفز. We skip. بننط الحبل. We run. احنا بنجري. I play football. بلعب كرة القدم. I am number 15. أنا رقم 15. I wear a white shirt. I wear أنا برتدي a white shirt. قميص لونه أبيض. And my shorts are green. والشورت لونه أخضر. مين بالمواصفات دي في الموجودين؟ هاني. هاني بيقول I kick the ball. أنا بركل الكرة أو بشوط الكرة. I play tennis. أنا بلعب التنس. I have a racket to hit. أنا لدي مضرب لضرب الكرة. I hit the ball hard. أنا بضرب الكرة بشدة بقوة. I like to stay fit. أنا أحب أن أبقي على لياقتي البدنية. والكلام ده طبعا بنقوله على مين؟ هنا. هنا بتقول I hit the ball with my racket. أنا بضرب الكرة بالمضرب بتاعي. I play basketball. أنا بلعب كرة السلة. Can you guess my name? هل تستطيع أن تخمن اسمي؟ I throw the ball in the basket. أنا برمي الكرة في السلة. And my team wins the game. وفريقي يفوز بالمباراة. طبعا نقدر نخمن مين؟ أميرة. أميرة بتقول I throw the ball. أنا برمي الكرة.